روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل هذه المواجهة، ومعه محمود تريزيجيه، كان ليهم حديث مهم جدا وكلام مهم جدا في السطور، واضحة أنه كلام مهم، ما بين السطور كلام أهم. نشوف ونرجع نعلق، خليكم معنا. Boa tarde a todos. مساء الخير جميعا. Primeiro que tudo, obrigado pela forma como estamos a ser recebidos. قبل أي شيء بنشكر بصراحة التنظيم والاستقبال هنا لهذه المنافسة. Amanhã teremos jogo obviamente difícil. بكرة طبيعي أن المباراة تكون مباراة صعبة. Contra uma boa equipa. ضد فريق جيد. Os meus jogadores, a nossa equipa tem trabalhado muito bem. اللاعبين المنتخب المصري اشتغلوا بدقه عاليه جدا واشتغلوا كويس جدا. بينا تنيو يود نون تير نون تيمز ماش تيم با ترافالار ان كونجونت. يمكن الظروف ما ساعدتناش ان يكون في وقت اكبر نقدر نشتغل فيه مع اللاعبين اعداد للمباراه. ما استمش كو مونتا فونتاد كي او جوغ دي امانيا فانيا اي او جوغ سيغينت اوبفيمنت كي بري اس كا استمش. وعندنا رغبه كبيره ان احنا نواجه مباراه غدا ان شاء الله والمباراه الثانيه بعد كده. اي كريمز مونت غانيار. Com muito respeito pelo adversário, obviamente, sempre. Mas todos os jogadores que aqui estão têm capacidade para jogar jogo destes. ولكن كل الفريق الموجود معنا والعناصر الموجودة كلهم على مقدرة جيدة ان هم يلعبوا مباراة. Às vezes precisamos só de gerir bocadinho em relação ao esforço. Foi feito nos jogos anteriores, aquele que pode ser feito no jogo seguinte. في بعض الأوقات بيبقى لازم إن إحنا ندير عملية الحمل البدني. في علاقة طبعا ما بين المباريات اتلعبت قبل كده قبل ما ينضموا للمعسكر والمباراة اللي إحنا نلعبها الثانية في المعسكر برضو. Agora, seja com que jogadores for, há uma coisa que nós podemos, que eu posso afirmar é a nossa identidade, a nossa forma de estar em campo. Essa é como é quase como um cartão de identidade. Não mudamos. مع مشاركة أي عنصر في الفريق غدا إن شاء الله، سواء وجوه جديدة أو وجوه مش جديدة، بس إن شاء الله بنسعى إن يكون لينا زي شخصية أو كارت شخصية كده بيعبر عن أسلوب منتخب مصر وأداء منتخب مصر بشكل ثابت وشخصية ثابتة في المباريات. Queremos sempre ser uma equipa ambiciosa, uma equipa que quer conquistar. Obviamente não vamos ganhar sempre, mas esta ambição e esta vontade دير بون جوغ يير كو ايست سبيريتو يس فاي ستار بريزنت. طبعا احنا بنسعى ان يكون الفريق بتاعنا طموحه عالي جدا. طبيعي ان احنا مش هنقدر نفوز في كل المباريات، ولكن اهم حاجه طول ما الرغبه موجوده والطموح موجود بنقدم شكل جيد وبنسعى منه للفوز ان شاء الله. اوبفيمنت كي ا فيدا دو ما سيليكسيون يا فيدا دو جوغادورز اي ترينادورز اي سو بوديرين جوغار 11. استو ان فاكت كو نيغين بودي نون بوديموس مودار. هو الواقع سواء في حياة اللاعب أو في حياة المدرب إن في 11 لاعب بس هما اللي بيشاركوا في المباراة. Mas mais importante do que jogar não jogar, apesar de eu perceber perfeitamente que jogador aquilo que mais quer é jogar, é quando estamos a representar a seleção do Egito, esta bandeira é sempre muito mais importante do que qualquer individualidade. طبيعي طبعا ان ممكن بيبقى في رغبه للعب او عدم رغبه للعب، ولكن احنا بنخلق الظروف ان احنا وقت ما بنمثل منتخب مصر فاحنا قدامنا العلم المصري اللي هو يعتبر هدف اكبر من اي هدف شخصي لاي حد. Aqui há objetivos individuais, há desejos que os jogadores querem, mas há algo que se sobrepõe a tudo isto que é trabalharmos em prol desta bandeira e deste país. فطبعا في اكيد اهداف شخصيه لكل لاعب واكيد رغبات شخصيه لكل لاعب، ولكن وقت ما بيحط تيشيرت المنتخب هو عارف ان اهم حاجه هي مصلحه البلد ومصلحه المنتخب المصري. Os meus jogadores têm sido fantásticos. Os meus jogadores têm sido fantásticos nessa interpretação e também é muito fácil. Quem não tiver este sentido coletivo, quem não perceber isto, dificilmente poderá representar uma seleção e estar numa competição com uma dimensão de um mês em que estamos fechados, em que estamos sem família, isto mais à frente do campo, em que estamos sem família, estamos fechados, temos que estar sete jogos, a disputar os sete jogos como se sejam sete finais, isto é só para mentalidades fortes. Quem não a tiver, dificilmente estará entre nós. فأكيد اللاعب بيتقبل حاجة زي كده لأن هي محتاجة يعني عمل ذهني من اللاعب
ان احنا بنمثل اول حاجه المنتخب المصري باهداف المنتخب المصري، كذلك احنا بعد كده يعني بنعمل اعداد دلوقتي عشان ندخل بعد كده على منافسات امم افريقيا. ففي منافسات امم افريقيا هنكون موجودين مع بعض تقريبا لمده كبيره اكتر من 30 يوم، هيكون بيئه مغلقه، هيكون كلنا بعيد عن اسرنا وبعيد عن بلدنا وبعيد عن اهلنا، فاكيد لازم محتاجين ان هي تبقى عقليه بتاعتنا عقليه قويه جدا. فاكيد اللاعب اللي مش هيكون عنده العقليه دي هيكون صعب ان هو يتاقلم مع ظروف المنتخب ومع ظروف المنافسه الافريقيه القادمه ان شاء الله. يسام باترمينار وعشان ان سنتيمنت تنك افير سيمبر نو ايكيبا دي سيليكسيون اد غراتيدون pelas oportunidades que se têm, pela possibilidade de representar um país desta dimensão e não nenhuma obrigação. Quem vier para aqui obrigado é melhor não estar. É de gratidão por a oportunidade que está a ter. Mas atenção que os meus jogadores têm sido fantásticos desde o primeiro dia. E eu posso dizer isto pela experiência que já vou tendo ao longo dos anos. طبيعي انه وقت ما بيتم استدعاء لاعب للمنتخب ده بيبقى بالنسبه له حاجه كبيره جدا ان هو من ضمن افضل عناصر في البلد وان هو موجود في المنتخب. فاكيد يعني ان استدعاء اللاعب للمنتخب دي لوحدها بتبقى كافيه كطموح كبير للاعب. والحمد لله ان يعتبر اللاعبين اللي معانا من بدايه لحد من بدايه المعسكر حتى الان كلهم على عقليه قويه جدا وعلى روح جيده جدا. باب المنتخب مفتوح دائما. E já ao longo deste percurso demos oportunidades a outros jogadores que hoje já são referências em algumas equipas do Egito. وطبعا يمكن اثناء المسيره بتاعتنا في لاعبين شاركت معانا ويمكن دلوقتي يعتبر بالنسبه لنا هم لاعبين معهودين للمنتخب في الفرق اللي هم بيشاركوا فيها. E se houver algum jogador que tenha esses requisitos que eu entendo que sejam neste momento bons para entrar na seleção nacional, assim será. واكيد وقت ما هيكون في لاعب بيكون بيأدي بالاداء الملفت للمدرب ان هو يستحق ان هو يكون موجود مع المنتخب وبيمثل المنتخب اكيد هيكون موجود. Agora também temos todos que compreender que à medida que vamos aproximando uma grande competição vai ter influência, obviamente, o tempo que já trabalha junto e que conhece os nossos processos vai ter influência também o nível a que este jogador está a jogar no seu clube, se de facto tem jogos demasiado exigentes, está preparado para níveis de exigência ainda mais elevados. Portanto, há uma série de requisitos que são determinantes para que agora, próximo da competição, estes jogadores estejam cá. Mas se algum deles mostrar a qualidade, algum dos jogadores esteja fora, mostrar a qualidade que eu entenda que faça falta à seleção, assim virá. طبعا احنا كل ما بنقرب للبطوله بيبتدي ان احنا بنحاول نراعي نقطه معينه، اللاعبين اللي هي بتحضر معانا في المنتخب وعارفه افكارنا، كذلك برضو اللاعبين اللي بتشارك مع الانديه بتاعتها بتشارك على مستوى ايه، اللاعبين اللي بتشارك على مستوى قوي او بيطلب منها يعتبر طلبات قويه كمشاركات قويه ومنافسات قويه، كل الحاجات دي احنا بنحطها في الاعتبار. ولكن مع كل ده طبعا اي لاعب هيظهر بمستوى جيد نحس ان هو حاجه بنحتاجها او بنبحث عنها في المنتخب ومش موجوده اكيد هيكون موجود معانا طول ما هو اللاعب بيقدر يظهر حاجه مش موجوده عندنا. Sabem para terminar e para deixar uma mensagem. Quando nós estamos a jogar, quando queremos jogar a alto nível e quando queremos jogar uma competição como a AFCON, fica de facto todos os pequenos pormenores podem fazer a diferença. Obviamente que nós temos que ter uma série de níveis elevados a vários aspectos. E depois que encaixem na nossa forma de jogar. Porque a minha ideia de jogo não vai andar a dançar. Nós não vamos estar a ser ofensivos ou sermos uma equipa proativa que vai à procura do jogo para passarmos a ser uma equipa altamente defensiva. Isso não vai acontecer. Com todos os riscos que possam haver, isso não vai acontecer. E portanto, tem que ser jogadores que encaixem na realidade nesta identidade. فطبيعي طبعا ان احنا مع المنافسه الافريقيه تعتبر منافسه صعبه وعلى مستوى عالي، فهنكون محتاجين طبعا المعايير بتاعتنا تكون كلها معايير عاليه جدا في انتقاء اللاعبين. وعلى اساس كده برضو على اساس اسلوب اللعب اللي احنا بنقدمه، يعني مستحيل ان يعني المدرب بياكد على النقطه دي، مستحيل ان احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نبحث ان احنا نكون ماسكين كره في المباراه، نتحكم في مجريات المباراه، نكون ادائنا اداء هجومي ونغير الافكار نتيجه ان احنا هنعمل يعني مثلا هنلعب منافسه صعبه او حاجه زي كده، لا هنستمر بنفس افكارنا، ولازم اللاعب اللي احنا بننتقيه يكون برضو متناسب مع الافكار اللي احنا بنحاول نأديها ونوصلها للاعبين. Ainda só mesmo para terminar, desculpa lá mais este bocadinho, mas é para dizer, só para verem como é que a minha cabeça funciona.
فطبعا ده انا بيعتبر بوضح لكم بس عشان تبقى عارف الافكار ماشيه في دماغي ازاي. اكينز دياز اتراش اتينيا 59 جولرز نو ليستا، يعني من 15 يوم فات كان معايا تقريبا 59 لاعب مكتوبين عندي في ليستا. نو اولتيما سمانا عند استافون 36 37 جولرز، في اخر اسبوع كان لسه موجود في الليسته 37 تقريبا او 36 لاعب. طبعا اول اسبوعين اتراس اس 36 جادورز كانوا todos possivelmente com capacidade para virem para poderem ser convocados. فيعني يمكن الاسبوع فات كان في قدامي 36 لاعب يعتبر ان هو قدامه الفرصه انه يشارك مع المنتخب او انه يمثل منتخب مصر. الليسته non está fechada há muito tempo, está fechada no último dia das convocatórias. والليسته بتاعتي ما بتقفلش من قبل فتره، لا من اليوم اللي احنا بنعلن فيه الليسته خلاص قفلت الليسته عندي. والله هو اللعيبه كلها الموجوده دلوقتي في المنتخب، انا قلت قبل كده ان اللعيبه كلها مستعده للتحدي، لان الجيل ده خسر نهائيين، لو كان كسب النهائيين دولت كان هيبقى طبعا مدعوم في حته ثانيه خالص، بس طبعا احنا دايما نفتكرش غير البطل. فالروح في المنتخب والروح في المعسكر واللعيبه كلها جايه متعطشه جدا جدا انه احنا ان شاء الله ناخد بطوله، لازم ناخد بطوله ان شاء الله، هنحاول قد ما نقدر. حتى اللعيبه كلها في النوادي، احنا في النوادي بنكلم بعض، عندنا جروبز وكده بنكلم بعض عليها، كل اللعيبه بتبقى في دماغها هنعمل، لازم نخلص التاريخ بتاعنا ببطوله مع المنتخب ان شاء الله. يعني مثلا النهائيين، الخساره النهائيين يعني زي كابوس، يعني اكنك بتحلم وده حقيقه، انك تخسر نهائيين ورا بعض ده الموضوع صعب جدا. فاللعيبه كلها ان شاء الله هدفها البطوله. وتاني حاجه اللعيبه كاس العالم، اللعيبه نفسها تروح كاس عالم، احنا لعبنا وعارفين الاحساس عامل ازاي هناك، احساس مختلف جدا، احساس انك توصل كاس عالم بتحس فعلا انت عملت حاجه كبيره لبلدك. احنا وصلنا كاس عالم المره اللي فاتت وما وفقناش في النتائج، وهدفنا ان شاء الله ان احنا الخطوه الاولانيه ان احنا اللعيبه كلها، انت لو كلمت مع اي لاعب دلوقتي هيقول لك نفس اللي انا بقوله لك، اللعيبه كلها دلوقتي تركيزها كله على بطوله افريقيا، ان احنا ناخد بطوله افريقيا. والهدف الثاني ان شاء الله ان احنا نوصل كاس عالم ان شاء الله، دي حاجه ان شاء الله يعني بنوعد الشعب المصري ان شاء الله ان احنا بنكون موجودين في كاس العالم، وان احنا نوصل نعمل حاجه، مش هنوصل زي مشرفين كده ان احنا وصلنا كاس عالم وخلاص، لا ان شاء الله الجيل ده باذن الله هيقدر يكتب اسمه في التاريخ، ان الناس كلها تفتكره، عشان اللعيبه اللي موجوده دي كلها تستاهل ان هي تبقى اسمها كبير في مصر كلها باذن الله. طيب كلام محترم جدا من روي فيتوريا وايضا من محمود تريزيجيه. واقف شويه بس على قاله روي فيتوريا انه لاعبي منتخب مصر كلهم بين قوسين يعني على قلب رجل واحد، وانه مش فارق مين اللي يلعب اساسي، كلهم بيلعبوا باسم مصر، كلهم بيلعبوا بعلم مصر، وبالتالي الحاله دلوقتي فيها تجميعه كويسه جدا، تجميعه تقدر تخلينا ان شاء الله نخش البطوله وننافس. محمود تريزيجيه قال كلمه مؤلمه وهي حقيقيه، احنا كلنا عشناها، ان الجيل ده خسر نهائيين بشكل دراماتيكي جدا في 2017 و 2022، والامور كانت او 2021 بطوله 2021 الامور كانت قريبه جدا، وكنا في النهائي وعلى وشك الفوز بالبطوله، وعملنا بطولتين في منتهى الروعه، وتخسر في اخر لحظه البطولتين، فهي بمثابه الكابوس فعلا زي ما قال محمود تريزيجيه. بس ان شاء الله تبقى الاحلام السعيده موجوده في البطوله القادمه ان شاء الله في كوت ديفوار. ده فيما يخص منتخبنا الوطني.